جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما رأيكم في الحياء الذي يمنع الإنسان من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هذا ليس حياء وإنما هو ضعف وجبن وحور. فعلى المسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب استطاعته، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكر فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فعلى كل مسلم أن ينكر المنكر ويأمر بالمعروف بحسب استطاعته على حسب هذه المراتب الثلاث التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يمنعه الجبن والخوف من القيام بذلك. هذا ليس بالحياء، هذا جبن وضعف. نعم.